صايم يا عم ولا زي كل سنه؟ ايوه يا عم الحمد لله لازم اكون صايم. ايوه المهم بقى عايزين نمسك الفرقه دي نكسبها يا اسطى بفرق، علشان هم لما بيكسبونا بيعملوا علينا فرح. ايوه يا عم احنا لازم نكسبهم. يلا 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 يا بنا نمشي بقى. بصيل ياض، بصيل ياض لما يطلع معاك الكوره. بس انت بصيلي برضه الاول. هنبدا فطار النهارده بسكين يا كين. يا عم انا النهارده هصوم يا عم، ابعد عني يا عم انت شبه الشيطان. اما تصوم ايه بقى يا عم؟ اعتبر رمضان انت ما جاش، اتاخر شويه. يا كريم اللي انت بتقوله ده، مش بقول لك يا كريم اللي انت عامل زي الشيطان بتفطرني كل يوم. يا اسطى ده جامده قوي. الله جامده قوي. بس يا اسطى اسكت، ده شكلك هتفطرني النهارده الصبح. امسك بقى يا محمود انت عايز تفطر اصلا، امسك. يا ريت يا اسطى كنا عندك بقى ما تقدرناش، تقول لنا في واحد ناقص واثنين ناقصين والشغل ده احنا فاهمينه ومش قادرين. ايوه يا عم ان شاء الله تلاقيهم جو هنا، بس بقول لك الحارس بتاعهم. ايه ده يا اسطى؟ انت عارف بتعمل ايه؟ عارف والله يا اسطى. يا اسطى ده شكلهم بيفطروا يا اسطى. الناس بعدهم يا عم احنا بنروح نلعب احنا. يا اسطى انا لازم اعرف هم بيعملوا ايه وبيفطروا دي. تعالى يا اسطى. تقدم بقى طبعا حلو يا اخي. بتعملوا ايه احنا في رمضان؟ ابوكوا في ايه؟ ايه طبيتوا عليا كده ليه؟ يا فاطر انت وهو، انتوا طلعتوا لنا منين؟ طلعنا لك منين ايه يا اخي؟ انت حرام عليك بتفطر ليه يا جدع؟ احنا في رمضان. انا بس العب جنبي بس خليك جدع، تعالى جرب تعالى. اقعد جنبك. في ايه يا كشري؟ انت بتفكر انت تفطر ولا انت كمان؟ يا اسطى انا اصلا عطشان وريقي ناشف، اسكت انت يا زيزو. هات يا باشا. الله 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 عليك يا كريم، انت فتحتها ولا هي مقفوله ولا ايه نظامك؟ يا اخي ده انا خارمها خرمه صغيره عشان ما تخلصي، خليك ذكي يا ابني. ليه يا كريم؟ ده انت دماغك سم، الزلبطه دي برضه مش من فراغ. نهار اسود وانت التاني كمان يا كشري فطرت؟ والله العظيم انا رايح لامي. هتروح تقول لامي خد يا بنت؟ اه والله العظيم يا ابني من كشري لا رايح اقول لامك ام كشري عشان اعرفك ان سيبت يفتح. انت شفت انا كشري خلينا راح العب ضد الناس لوحدي، والله العظيم انا رايح اقول لهم. عم فكك منه يا عم، اكيد مش هيروح يقول لهم. اشرب براحتك يا عم. اسكت يا عم، انت مش عارف ام كشري لو جت هنا هتنفخنا احنا الثلاثه، والزلبطه ده بالذات هي مش بتحبه. خليك تيجي بس يا كشري لو وحشتني قوي. يا عم اسكت، تيجي فين بس؟ لو جت والله العظيم هتلعب بدماغك دي الكوره. الله دي جامدة أوي. اشرب ومالكش دعوة. يا عم هتشرب ولا تجيب أنا أشرب؟ يا عم أشرب خلاص يا عم، أنا هتضرب خلاص هشرب. طب يا عم توسع الخرم شوية. إيه يا عم الخرم الضيق ده؟ يا اسطى خلاص انا شبعت قوي، البتاع دي طعمها جامد قوي يا اسطى. تصدق ده كوتش كلامك صح، دي جامده قوي. اه والله العظيم يا اخي ايه الجمدان ده، ايه الجمدان ده؟ اي خدمه. يلا محمود خد اشرب شويه. انت يا كشري ياه، ايه يا ابو الزير في ايه؟ قاعد ليه كده يا كشري ياه؟ قاعد ليه كده بتعمل ايه؟ قاعدين يا ابويا انا واصحابي رايحين نلعب ماتش دلوقتي. راح تلعب ماتش يا ابني؟ احنا في رمضان يا ابني، اوعى تفطر يا كشري. لا يا ابو الزير مش هفطر. كلنا صايمين الحمد لله. ايوه يا عم احنا صايمين. اهو طيب جدعان جدعان، انت رايح فين كده يا ابو الزير؟ راح اقعد مع ناس صحابي في الغيط. خلاص ماشي يا ابو الزير ماشي. طب عايز حاجه يا كشري؟ لا شكرا يا ابو الزير، سلام سلام. بقول لك ايه يا كوشه مش صحيح. ايه يا ابو الزير؟ هي الحربايه يا امك كده عامله اكل ايه النهارده؟ الحربايه يا امك انت بتشتمها يعني بطهراها بقى كده يعني؟ والله هقول لك. لا لا يخرب بيتك ما تقولهاش يا كوشه يا. ايوه كده جيب ورا. ايوه كده يعني انت عارف هي هتعمل اكل ايه النهارده ولا ايه؟ ادي عيد انت. لا انا مش عارف انا بلعب كل يوم مع اصحابي. خلاص ماشي انا ماشي. اعرف الخرم الصغير ده انت خرم ازاي يا جدع؟ خليك زيتك وتخلص بسرعه. انا حاسس ان انا برضع. انا حاسس ان انا برضع والله يا عم. يعني انت هتفكر نفسك كبرت على الرضاعه؟ اسكت بالزلطه دي. يا سنه سودة بقى كيلو الطماطم عامل 17 جنيه ونص. ليه يعني؟ طماطم بترقص؟ اما مجنون صحيح يا طماطم. والبطاطس يا اختي التانيه مالك؟
زعلانه منين ليه يا بطاطس؟ بس يلا النهارده اعمل لهم صينيه بطاطس كده واجيب لهم خمس ست رجول، رجول حمير عشان دول عجول ولاد عجول عندي في البيت. ابنك الواد كشري بيفطر هناك على الناص يا هو العيال. بيفطر ازاي يعني؟ والله العظيم يا ام كشري زي ما بقول لك كده، كنا رايحين نلعب انا ماتش ضد الناس، شفنا عيال قاعده بتفطر، راح كشري سابني وراح يفطر معاهم. سنه ام سودا منيله بنيله، تعال وروني هو فين المنيل ده. تعال يا ام كشري. يخرب بيتك يا واد يا كشري، يخرب بيتك يا منيل، ده انا مهرج عليه في السحور، قلت له لو فطرت هموتك ومش سحرك معايا. ماشي يا كشري. عالي فيا ام كشري. هو فين؟ ايه الحلوه دي اللي راح جاب امك وجه؟ اهو. يا نهار ازرق، ايه يا ام في ايه؟ بتعمل ايه يا واد يا ابو كرش يا ابن الكلب؟ بتعمل ايه اللي تتشل في بطنك وكرشك؟ قاعد ياما مع اصحابي وشويه كده ورايحين نلعب ماتش. لا والله يا ام كشري ده كداب، كان لسه كان بيشرب معايا ويفطر مع العيال. يا ابن الرفض، يا ابن الكلب. يخرب بيتك يا زيزو، ليه قلت له الله يخرب بيتك؟ هو انت كمان مش عايز يقول لي ان انت فطرت؟ ياما والله العظيم انا كنت جعان وعطشان قوي، اول ما شفتهم رحت قاعد فطرت معاهم. حسب الله ونعم الوكيل، وربنا يا واد يا منيل اللي موتك، وربنا اللي موتك انت والكلاب اللي قاعده معاك دي. خلاص ياما، خلاص ياما، والله ما هفطر تاني، والله ما هفطر تاني. انت هتفطر تاني؟ ده انا هموت اللي جابوه. يا ياما بس بتعملي كده ليه؟ خلاص ده انا هموتك، امسك يا واد كده البطاطس، ده انا هفرتك اللي جابوك انت وهو. كشري يا عم اسكت بقى، انت كمان كان لازم تفطرني معاك يعني؟ احسن يا شبر ونص، ده انا هموت البطاطس دي على دماغك. يا كشري خد بعضك وامشي. امشي ايه؟ ده احنا سندنا صوره النهارده. وانت يا طويل يهبل يا اللي لابس احمر، انت كمان خد دي كمان في وش اللي جابوك. انا لسه شفتوا حاجه؟ ده انتوا سندكم صدى معايا. ياما خلاص، ياما خلاص بقى، خلصت روحك وروح اللي جابوك يا منيل. تعالى لي يا عم الله يخرب بيت امك. يا كشري يا عم بس يا ابن الكلب يا كشري، لما اروح لك يا اسطى انا هاجري، عايز حاجه ربنا معاها. وانا لو عمرك تسيبني لوحدي يا محمود. يا عم خد الله خد يا ابني، انا لابس احمر يخرب بيت امك. يا اولاد اللذين سبتوني لوحدي يا ام كشري، ربنا يستر عليا. ما بقاش في الا انت يا كريم يا شبر ونص، ده انا هموتك بقى. انت تفطر الواد كشري ابني، ده انت ليلتك سودة. والله العظيم يا ام كشري ابنك اللي جاي عايز يفطر. انت بتكذب كمان، ده انت سنتك سودة. خلاص النبي يا ام كشري سيبيني في حالي. اسيبك في حالك، ده انت يومك اسود معايا. تعالى اتفطر الواد كشري ابني، ده انا هفرطك دماغك. يخرب بيتك يا ابو كشري. بطل افترى عشان ما تفطرش الواد ابني تاني. يا كريم يا شبر ونص انت. خلاص والله العظيم، خلاص انا هاتف، والله العظيم انا هاتف. انت ده انت يومك اسود. الطماطم غاليه، الله يخرب بيتك. امك يا كشري ما خليك تاكل معايا، ده انا هروح انفخ اللي جابتك. اللي جابتك يا ابن الكلب يا واطي، فانت كده تفطر النهارده، ده انت ايه واكسود معايا.